لابد من الحذر، الحذر واجب. العقرب تحفر، إذا كانت كبيرة جدا يكون جحرها مشابه لجحر السحيري جدا، فالحذر الحذر. يعني الأمر ليس بسهولة، ما تدخل أولا أصبعك في أي جحر، ثانيا ما هو أي شيء تلمسه أو يعني شيء مخفي ما تحط يدك فيه. يعني هذا الجحر لو نظرنا بدون العقرب هذه نظن أنه جحر سحيري. الله يحفظنا إياكم من كل شر.